ده شيطان. شنو هذا ما يشوف؟ كزبرة؟ باخذوني اسم ماما ان شاء الله. عمتي حليلها. ها وشلون المسلسل؟ زين؟ حلو ماما. ايه ما شاء الله، والسلطة بتقص نفسها بنفسها ولا وشو؟ ما في طماطم كيار ماما. ما غير انت تقولي لي ما في طماطم وخيار، ولا الخيارة بتجيني وتقول لي انا اخر حبة؟ ايه استغفر الله. ماما كزبرة؟ بقدونس اسم ماما ان شاء الله. عمتي كزبرة وبقدونس. رطنة تعال شوف الكيكة. هي بيشوف كيكة ولا يبي قاعد؟ ما شاء الله والله انك فطينة. اقول قومي قومي روحي سوي تليفون حق سلان. انا مو سلان ماما، انا انديا. ايه هذا هو نفس الشيء. قومي 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 الله يصلحك. بس والله نتجاهل يمه من هرطنة تناشر بكل شيء. مسكينة هالرطنة شايلة البيت كله على راسها. رطنة روحي، رطنة جيبي، رطنة صجنها تاكل حب واجد. بس هي زينة زينة. هي انا احبها انت. والله انا بعد احبك والله. ما هي تكلمني ولا تكلم رجلها؟ زوجها يمه زوجها. ايه حليلها. رطنة هذا اوردر. يعرف شنو اوردر؟ يعرف بس ما يبي يسويه. يلا شن حاسه اللي فيك، شن حاسه. يا رطنة الله يرضى لي عليك، اصعدي فوق جيبي مفتاح. انت 20 يوم قصي بصل صح؟ انا اجيب بطاطا طماط، روح جمعيه جيب حق انت. انا صديق. جيب بابا ميدان مو انت. بابا ميدان؟ ها يعني منو يجي بيت اول، انا ولا بابا ميدان؟ بابا ميدان حتي ماش ولا انت؟ مسكينه عبالك بابا ميدان يعطي معاش. مسكينه يا عم شور والله مسكينه. رطنة جيبي مفتاح. ما يبي يجيب مفتاح الا روح 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 روح. ماكو احترام حقي بالبيت ولا شيء. شنو حبيبتي؟ انا امس ما سويت التليفون مشان هو فكر انا ياخذ ناس تاني. ايش فيك الملعون؟ يمكن يحبها ويغار عليها. ايش هالغيره اللي كلها اتهامات؟ هو متعود كل يوم يتكلمه ويوم نسيت اشتاق لها. يعني لازم تفكرين بيها بعد. صح صح والله ما شاء الله. هي المسكينه تشتغل عشانه وعشان عياله ولا عين يسعلها. انت لازم تخابرينه وتقولي له انه هو نمبر 1. قولي له هو نمبر 2 جيبي واحد ثاني نمبر 1. لا والله هو حبك انا واجد. حبي انا واجد، حبه برص ان شاء الله. قومي قومي خليه يولي. قومي قومي ساعديني. ترى مو سهل عليه، انت لازم تفكرين بيه. هي بعيده عنهم كل هالوقت، اكيد اشتاق لها. يو يا ويلي انت وش تسوين؟ ماما سوي ريوق. انت ريوق تبصل؟ اي سوي كيما سكسوكا. السكسوكا ما يحطون فيها بصل، ذبحتيني. بابا ميدان هيبي كيما مال هندي. زين زين صلحتي القهوة؟ شنو هذا ما يشوف؟ بعد اطعنيني. ليش ما تطعنيني احسن لك؟ يويلي اقول سوي قهوة ثانية. زين هذه باخذها البيت نوال. ليش؟ مو هو بشغلك، مو هو بشغلك، ذبحتيني. انت شريكتي انت ولا وشو؟ العزبة وين؟ دخل صالة. زين الو اموري اشاره 5 منزل 55 تعالي برا تجي باب. 55 جني يلبسونك قولي امين. انت ليه تخلي الناس تجي وما تستاذنين من ماما؟ استاذني بالاول. ايه وهذا ليه بعد ما يقول للماما؟ انا ما ادري والحين دريت. ولا حرام ماما ضلالي بشي قلبي ما انا اعور الحين انا بعور قلبي. انت من يبي؟ رطنة بطلي انا نوال. رطنة وين دلال؟ انت وين اعرف انا؟ بيكون جاي بالغلط. وين بالغلط؟ هذه سيايرهم. ايه وهذه سيارة محمد. يعني مو غلطانين بالبيت، ترى انا منزل الاغراض معاي. نزل الاغراض عادي، الحين بطلوا الباب وندخلهم. ايه بطلون الباب بعد، مو بكيفهم جايبين اغراض احنا. رطنة بطل الباب جايبت لك متاي. يا الله شو اسوي الحين؟ شوف رطنة هذه جنطة خالتي جميلة، وهذه مال خالي. زين يلا ودي فوق. انت اول مره يشتغل؟ ها شنو اول مره اشتغل؟ اسكتي ضيوف. انت شيطان. انا شيطان؟ روحي روحي رطنة لا تفشلينا. روحي اقول رطنة انت هي انا اكلمك ليه ما تردين؟ شنو يبي انت؟ انا يشتغل قاعد مو فاضي. تبين فلوس؟ اي والله. اجل وش رايك اوديك عند ناس تنظفي لهم البيت، وعلى كل بيت تاخذين 5 دنانير. انت يقعدي 4 ساعات وعلى كل بيت تروحينه تعطيني 5. زين
اي بس انت اشتغلي شوي شوي كأنك تمشين على بيض. ما يفهم يعني اشتغلي واجد عشان تطولين واجد وتجيبين فلوس واجد. زين اي ما شاء الله يا جميل. لا تقولين انت بتطبخين بتسممين منه قولي. والله ما طبخت شيء. ماما امشى جميلة ودي ثاني بيت حقنا. والله بتشردين شغالتي. لا امزح معاها. تمزحين معاها يا جميل ما عليه تراها نشردت. انت بتشتغلين مكانها. البيت كبير والحمامات واجد بتنظفين وتطبخين وحنا ما شاء الله علينا قبيلة تخدمينا كلنا ها وببلاش. لا انا كنت بساعد استرزق الله. هي ما عليه والله انها فكرة زينة. هي تسترزق الله وتطلع معاشها في بيوت الناس وانتي تشتغلين هنا ببلاش. لا 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 ما اقدر ما اقدر. منصوري ناديني. ما في حد بالبيت. لا لا قلبي حاس يبيني. اي ابيك كذي ذيبه تقولين كل شيء. الله مشكوره ماما. والله انك جويده. تدرين ان احبك اكثر واحده في البيت اكثر من حميده. والله اي عشان انتي زينه وقلتي الصراحه. هات واليوم انتي اجازه. والله إيه؟ انا روما اليوم. اي روحي روحي عطيني. تبي اشتري سعري؟ اشتري سعري اشتري حب كفو عليك احسن من ناس واجد. رطنة انت ما لك شغل بابا محمد هذا كله جنجال مشكل ما لك شغل فيه. انا مو سيم بابا محمد. انا يحب كل الناس يحب كل الدنيا. ابيك تصوريني ها وابي انشهر نفسه يعني ها والله اصير احسن منه. وبحين بسمعك صوتي امانه ابي رايك بكل مصداقيه وشفافيه. اوكي يلا. يا قلبي بس 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 مو حلو هذا غني. هذا مو حلو توه بالانترو انا بالبدايه يعني. زين وش اغني يعني؟ في غنيه حلو حلو حلو. شنو عندي؟ ايه عندي عندي انا ترى احب ميتاب وشاروخان. انت يعرف ميتاب وشاروخان؟ انا اعشق شيء اسمه شاروخان. يلا يلا غني. اسمع اسمع تشالي وتقولي تشاي 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 تشالي تشاي 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 هاي تشالي تشاي 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 تشالي تشاي تشاي تشاي. واو حلو امانه ايش رايك؟ وين حلو ها؟ والله هي كانت اعلان شاي ولا شنو الاغنيه؟ ابي شاي؟ لا لا الاغنيه هي اغنيه. أمانة اسمع الثانيه وبيك تصورينها. صوري هذه. اوكي ابيها تكون ترند بكيرلا. اوكي سوچنے سچ نہ سوچنے سچ انت ہے ہے سچ انت ہے. واو 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 حزينة ها تفطر القلب ها. ايوه انا والله ما اعرف ايش معناها بس ادنها يعني فيها بكاء. ان شاء الله انا اجيب هندي واجد فانس. الله يرحم والديك.